wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk, wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you deep. Wanna keep you deep, to keep you deep. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير وأحوال طيبة، ومرحبا بكم في قناة دايلا كويزين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. بغيت نشارك معكم اليوم وصفة يعني محتاجينها في هذا الوقت بزاف، اللي هي أصابع الشوفان ولا أصابع الطاقة، اللي كتنفع الجسم ديالنا مزيان وكتقوي المناعة بهذه المكونات اللي فيه. نتمنى ان وصفه اليوم اللي اختاريت تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاتكم، كيفاش كانت الوصفه. يعني هذه الوصفه يمكن لكم تدخلوا عليها بزاف ديال المكونات، انا اكتفيت بهذا الشيء اللي عندي، وانتم تقدوا اي حاجه عندكم في الدار ولا هذا بغيتوها تقدوا تضيفوها لهذه المقادير. ما كيف كتشوفوا هنايا راه كيتغطاو بالفيلم اليمونتير، ملي كتقطع كنغطيهم في الماليمونتير وكنديرهم في الثلاجه، يعني التخزين ديالهم كيبقاو في الثلاجه. ونخليكم الان مع المقادير، نتمنى ينالوا اعجابكم. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا الاصابع الشوفان ولا كما كيتسموا اصابع الطاقه للانرجي. غادي نحتاجوا هنا عندنا نص كيلو ديال الشوفان، وعلى حسب عاوتاني كل واحد شحال عنده، يعني اذا عندك رابعه تقدري ديريها، المهم انا دايره نص كيلو. غادي نحتاج معاه في اول مرحله 4 معالق كبار ديال العسل، يعني 70 غرام، المهم 4 معالق كبار ديال العسل. غادي نحتاج بالنسبه للمكسرات، عندي هنا شريحه قطعتها، عندي هنا حبوب زريع كتان، هنا زنجلان، هنا عندي الزبيب، الكوك غندير معاه جوج معالق. لا المهم دابا كنقول لكم انا هادشي تقدروا ديروا اي حاجه ولا جوج منهم. الكوك غندير شي جوج معالق. هنا عندي اللوز قطعته باش نحمره مع الشوفان. عندي هنا مشماش اللي تا هو قطعته كما كتشوفوا قطع صغيره. عندي القرقع، وهنا عندي حبوب الشيا، عندي هنايا النافع وثلاثه ديال النافع، ثلاثه الانواع. هنا عندي مطحونين، اللي عنده يعني عاديين ما مطحونينش يقدر يديرهم، ديرهم حبوب. عندي هنا ربعه ديال الزبده، هنا فاني مع الشوفان. غادي نحتاجوا ربعه المعالق كبار ديال العسل كما قلت، ومن بعد غادي نحتاج ربعه ديال العسل، غنحتاج مع ربعه ديال الزبده. هادو هما الاخرين، يعني حتى تخرج من الفران نخرجوا الشوفان من الفران عاد غنضيفوا ليه هادشي. يعني بالنسبه للمرحله الاولى غادي الشوفان غادي نضيفوا ليه المكسرات اللي خضرين، بحال انا عندي اللوز هنا خضر باقي ما محمرش. اذا كانوا عندكم المكسرات محمرين ما غاديش تحتاجوا تضيفوهم معاه، غادي تضيفوا معاه غير العسل وتدخلوه للفران يتحمر. عندكم خضرين تخلطوهم معاه كما ندير انا، عندي اللوز خضر غادي نخلطو معاه، وغادي نحمر شويه الجنجلان، غادي نحمر شويه في المقله هو وزريع الكتان، وتا القرقع غادي نحمره شويه في المقله. المهم غندير مع الشوفان غادي مع غير اللوز، ولا غادي ندخلو مع الفران يتحمر. غنبداو على بركه الله تشوفوا الطريقه. كتشوفوا الشوفان غادي ندير معاه اللوز اللي قطعت، اللوز مقطع، نخلطوهم مزيان هكايا يعني حتى يتخلط لينا مزيان. عاد غنضيفو عليه العسل، الا بغيتو تضيفوا ليه كيما قلت الجنجلان وهذا راه ضيفوهم معاه، يعني ما كاين حتى شي اشكال، ضيفوهم من الفران كذا جميع. انا فضلت انا نديرهم في المقله كما ندير غير اللوز والشوفان. دابا غنزيد عليه هذوك ربعه المعالق كبار ديال العسل. من الافضل يكون حر، يعني الا بغيتو هاد يعني ديال الطاقه الواحد مصاوبهم صحيين ديال العسل الحر مزيان. هذا الدراري هذا وقته زعما الواحد يصاوبهم الكبار والصغار، الوليدات وكل شيء، يعني ماشي نقولوا عليه كبار ولا
يعني هاد الوقت راه الدراري مزيان ليهم هاكا يمشيو مدرسة، و مع هاد الوباء الله يلطف والله يرفعو علينا، يعني ضروري هاد الشيء خصو الواحد يتصوب في الدار وكل شيء طبيعي، ما كاينش شي حاجة صناعية. ما كتشوفوا يعني الشوفان تلبس بداك العسل ما بقاش ناشف بحال هكا، خاصو يكون. وغادي دابا نسرحوه في اللاطه اللي غندخلوها للفرن على 170 درجه، غادي نخليوه وغنبقاو نحركوه باش ما يحرقش لينا ولا شي حاجه، نحركوه حتى نشوفوه تحمر ويولي مقرمش، صافي ديك الساعه غادي نخرجوه ونطلقوه من بعد ما نخرجوه من الفران. المرحله الثانيه عندي هنايا رابعه ديال العسل، يا هنا قرت رابعه، عندي رابعه ديال الزبده، وهنا عندي روح ديال الفاني اللي عنده داك السائل يديرو، انا ما عندي السائل درت هذا. ندير الزبده غادي نقطعها ونديرها مع العسل، نزيد عليها الفاني ونديرهم يذوبوا فوق البوطه، يعني نخليهم باش يبردوا لنا شويه بما خرجنا الشوفان من الفران، يكونوا بردوا لينا شويه باش نضيفوهم عليه. نقطع الزبدة هكا باش تذوب مضغية، نضيف عليها روح الفاني، صافي. دابا غادي نديرها فوق البوطة ونخليها تذوب، نتلاقاو من بعد ما تذوب. كتشوفو معايا هو هنا ذوبت العسل مع الزبدة مع داك الفاني، هاو ذوبتو، خليتو هنا يبرد شوية، وهنا خرجت من الفران الشوفان مع اللوز اللي تحمر. يعني ها هو هنا كيف كتشوفوا راه تحمر ولا مقرمش، هذاك الشوفان ولا مقرمش. هنا دابا غادي نديرو في البول باش نخلط المقادير كاملين، وغادي تشوفوا معايا المراحل. هنا كيف كتشوفوا درت الشوفان ديالي في البول، زدت عليه جوج معالق ديال الكوك، غادي نزيد هنايا الزبيب، الزبيب المقدار اللي بغيتو نتوما، غادي ندير داك شويه باش نشوف. هنا عندي القرقاع والجنجلان، هنا عندي زريعة التان هي اللي حمرتها، هنا الشريحة، كلش مزيان. ندير هكاك مشمش، انا هنا التمر ما عنديش ما درتوش، يعني نتوما الى عندكم التمر فهو ديرو الاكاشو والكاوكاو يعني اي حاجه عندكم ديروه. غادي نضيف حبوب الشيا، قلت لكم نافع مطحون، يعني ثلاثة الأنواع، نافع بستاني وكروية، يمكن وحبة حلاوة شوية، أنا مطحون مزيان. ولا عندكم حتى دوك لي كويكونشي ولا هذا أي حاجة يمكن ليكم ديروه. دابا غادي نضيفو ليه داك الزبدة من العسل من داك البركات، نحركو مزيان، خلطو مزيان تيمتزج لينا كلشي، يعني كلشي ياخد داك العسل والزبدة يتخلط معاه. هنا خديت هاد المول ديال الزاج، فرشت ليها فيلم المونتير، من بعد غادي نخوي في هاد الخليط، نسرحو عليها مزيان،
كتشوفوا كتشوفوا ريحته مزيان، مازال مقادو، كيجي مقاد، ماشيش بلاصه طالعه وبلاصه نازله. نورك عليه هكا باش مع بعضياتو على العسل ملي غادي نشف و البرد غادي يشد عليهم. هادي غادي نخطيهم في الماليمونت الاخر، غادي ندخلهم الثلاجة على الاقل واحد 6 سوايع، ولا من الاحسن ليلة كاملة، يعني يباتوا في الثلاجة باش يشدوا في بعضياتهم مزيان. كتشوفوا من بعد ما سرحتو مزيان وبها هو غطيتو بالفيلم اليمونتير، غنديرو في الثلاجه غادي يبات ليله كامله، ونطلقوا من بعد للمرحله الاخيره باش نشوفوا كيفاش جاوا هاد اصابع الشوفان ولا اصابع الطاقه. نطلقوا من بعد، من بعد ما بات في الثلاجه ليله كامله جبتهم وغادي نقطعهم على شكل طول، نقطعهم على حسب الواحد، كل واحد بغي مربعات ولا مستطيل، على حسب كل واحد والقطع اللي بغى يدير ليهم. نقطعهم غير بشويه، نكملوا الكميه اللي عندنا ونطلقهم من بعد. وصفة اليوم ها هي واجدة، اللي هي أصابع الشوفان ولا أصابع الطاقة. نتمنى أن هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها ليكم ولوليداتكم، يعني هادي راه للكبار والصغار محتاجينها بزاف هاد الوقت، يعني راه كتقوي المناعة وزوينة بزاف. نتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم ونكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش تابونوا في القناة، ديروا لايك وبارتاج مع صحابكم وحبابكم، وإلى فيديو قادم خليكم في أمان الله.